السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في البداية كده، لو انت مش مشترك معايا في القناة فياريت تفعل زر الجرس وتشترك في قناة لسر كل جديد. النهاردة هنتكلم مشروع موجود على شبكة باينانس سمارت تشين. في نفس الوقت المشروع ده فيه انعكاسات زي كل المشاريع اللي بنشرح عنها. طبعا انا مش بقول لك استثمر، ولكن انا بنزل لك المشروع وانت ليك الحرية الشخصية تستثمر او ما تستثمرش، دي حريتك الشخصية. لكن لو حابب تدعمنا ادعمنا بلايك واشتراك في قناة لسر كل جديد. المشروع ده كان فاير لانش، يعتبر ما كانش فيه اي برايفت سيل او اي مراحل بيع زي البري سيل او البرايفت سيل طبعا، ووصل لغايه 190 الف دولار في اخر اي تي اتش. بالفعل في ناس جنت ارباح وفي ناس خرجت، في ناس دخلت. فهتلاقي فيه هندي نظره مع بعضينا كده في البدايه لو انت حابب تستثمر او حابب تسمع الفيديو. في البدايه كده زي ما احنا قلنا، المشروع على شبكه باينانس سمارت تشين ده الكونتراكت بتاع المشروع. لو دخلنا عليه كده هناخد الكونتراكت كوبي، هنضيف الكونتراكت هنا، هيظهر لي الرمز بتاعهم بحيث ان انا اعرف التوتال سبلاي او اعرف الهولدر. عندي التوتال سبلاي 100 مليار، بالنسبه للهولدر 372، عدد الترانزاكشن 5237. دي يعتبر اخر معاملات طبعا بانكينج سواب على محافظ الهولدر او بانكينج سواب على محافظ المستثمرين. عندي هنا في بيرن بنسبه 36%، يعني يعتبر اكتر من 30% من الكميه. برضو لو دخلت على الويب سايت بتاعهم هتلاقي هنا التليجرام بتاعهم، هنشوف فيه كام فرد، فيه 721 متابع، ولكن هنشوف مع بعضينا وندخل مع بعضينا بحيث ان انت تبقى عارف اي مشروع انت بتستثمر فيه. المشروع طبعا يعتبر لسه زي ما انتم شايفين، ده يعتبر الانعكاسات اللي بتروح لك على محفظتك 3%. عندك الماركتنج جولت يعتبر 3% والباي باك 3%. لو دخلت هنا هتلاقي فيه بعض الشراكات، كل حاجة موجودة زي ما انتوا شايفين. هنطلع برضو من التليجرام بحيث ان انت تاخد نبذة بسيطة عن باقي الويب سايت بتاعهم. بيقول لك هواي تو باي، طبعا انت بتشتري لان انت بيجي لك انعكاس 3% في افري ترانزاكشن. برضو عندك الفريق بيستلم على المحافظ 3%. الماركتنج عندك 3 بتروح للكواليتي بول بحيث ان ما يكونش فيه اي ضم، ما يكونش فيه اي حاجة. في 3% باي باك هنا، يبقى عندي التكست 4 و3 و3، يعتبر 10%. لو بصيت بصة بسيطة على الرود ماب بتاعتهم هتلاقي ان المشروع كان فاير لانش على بانكينج سواب. طبعا المشروع وصل لغاية 190 كيلو دولار، يعني تقريبا 200 كيلو دولار. طبعا هتكمل معانا كده على الويب سايت بتاعهم. دي الخريطة التانية بتاعتهم، هم بيفكروا في الاعلانات على بعض المنصات طبعا الماركتنج جولت، وبيفكروا في الميجور اكستشينج، بيخططوا ل 2500 هولدر. عندك برضو بيخططوا للستاتنج على البلاتفورم، هيكون في رموز ان اف تي، هيكون في جيمنج بالنسبه للماركت بلس بتاع المشروع. طبعا عندهم بعض الممثلين الكبار اللي هم بيخططوا او بيدعموا المشروع. هنا لو خدت نظره عن المشروع بسيطه، دي بالنسبه لشرح بسيط عن المشروع. بيقول لك ان هيكون في ان اف تي على المشروع بحيث ان انت تكون قادر ان انت تستخدم رمزك في الشراء او في الجيمنج في الالعاب. طبعا لو جيت هنا ده الرود ماب، ده التكست بتاعهم، ده بالنسبه للريفيو او حاجه نظر عن المشروع. هنا لو دخلت على الشرط بتاع المشروع، ده اسم العمله عندي، ده الشرط بتاع المشروع، كل حاجه هتلاقيها ظاهره هنا بالنسبه لعدد الترانزاكشن. لو فتحنا مثلا اخر ايتين هنلاقي، هنفتح مثلا الشرط بتاع الواحد دي بحيث ان انا اشوف اعلى حاجه. طبعا اعلى حاجه كانت دي يعتبر ليت اتش، وده كان بدايه القاع بتاع الفاير لانش. دي يعتبر العمله لسه ماسكه نفسها بحيث ان مفيش اي دروبات لغايه الان. عندك برضو زي ما احنا قلنا على البي سي سي سكان بتاعهم، في 372 هولدر، كل حاجه موجوده. لو حابب ان انت تشتري هندخل على بانكينج سواب بحيث ان انت تشتري وتكون قادر على الشراء. طبعا في البدايه تعمل كونكت لمحفظتك، لازم يكون معاك بي ان بي، لازم يكون معاك بي ان بي على شبكه باينانس سمارت تشين، او ينفع ان انت تدعم اي محفظه تكون بتدعم شبكه باينانس سمارت تشين. ظهر عندي العمله هنا، ظهرت عندي العمله هنا بالفعل، فهدخل كده واكد ان العمله ده الرمز بتاع العمله او ده يعتبر الاسم بتاعه. وهندخل نكمل مع بعضينا. لازم يكون عندك بي ان بي زي ما احنا قلنا في البدايه. المهم ان انت تكون محتفظ او عامل هولد على محفظتك، هتحط اي كميه انت حابب تشتريها، وليكن 3 بي ان بي هتشتري لك كميه ضخمه. هتنتظر دقيقه لبعض التحميلات لان المنصات دي بيبقى عليها حمل كبير. هتظهر عندك الكميه،
هتيجي هنا تدوس بوينت 00. المفروض لو معاك بالانس في المحفظة ودوست كونفيرم هتلاقي الرصيد وصل عندك او التوكن وصل عندك دايركت على محفظتك. طبعا زي ما احنا قلنا ان الشرط يعتبر ده كان اخر ETH. لو خلينا مثلا نيجي لمدة الدقايق اللي فاتت او لمدة ساعة مثلا من الساعة اللي فاتت، طبعا دي يعتبر اخر ساعة. عندي هنا كل حاجة موجودة بالنسبة للليكويديتي، عندي 17,000 دولار، عندي بالنسبة للفوليوم حوالي مبلغ كبير. برضو لو رجعت الويب سايت هنا بتاع المشروع، طبعا زي ما احنا قلنا كل حاجة انا شرحتها على الويب سايت بتاعهم، بحيث ان انت لو حابب تستثمر ده حريتك الشخصية. هسيب لك كل الروابط اسفل الفيديو. برضو عندك قبل ما تشتري اتأكد من الكونتراكت ان هو الكونتراكت الصحيح، اتأكد من الشرط، اتأكد من السعر، اتأكد من كل حاجة. طبعا التوتال سبلاي زي ما احنا قلنا 100 مليار، في برد بنسبة 36%، ده اسم الرمز. عندك سعر النهاردة بي ان بي حوالي يمكن 494 دولار. طبعا انت شايف السوق ان في تعافي، لكن برضو انا ما دايما بقول خليك تجني ارباحك، بحيث ان يكون في ما تأمنش للسوق. انا دايما بجني ارباحي في اقرب وقت ممكن، بحيث ان انا لو في نزول او في هبوط او في اي حاجة ما اكونش متوتر او قاعد على اعصابي. طبعا انا انزل لك كل حاجة. ما تنساش ان انت لو عندك اي مشروع وحاسس ان انت اشتريت فيه بسعر عالي اكتب لي في التعليقات وهعمل لك فيديو مخصوص ليه. انا تحت امركم في اي وقت، انا عامل القناة دي عشانكوا عشان تبقوا فاهمين، فكل حاجة هسيبها لكم اسفل الفيديو. برضو لو عندك اي استفسار بخصوص اي مشروع معاك او اي مشروع انا نزلته على القناة او اي عملة عايز انت تحليل ليها اكتب لي على طبعا كلنا عارفين ان الاستثمار ده مش خالي من المخاطر، يعني انت بتستثمر في عملة انت عارف ان اي وقت ممكن يكون فيها صعود يكون فيها هبوط، فالاستثمار ده بيبقى على حسب حريتك الشخصية. ما تستثمرش اكتر من انت تكون مستطاع ليه، استثمر دايما اللي تقدر تتحمل خسارته. ده مبدأ في الاستثمار او مبدأ في العملات الرقمية عامة، ان انت بتستثمر بقدر ما تستطيع خسارته. طبعا هدي ريفيو بسيط عن المشروع. زي ما احنا قلنا في انعكاسات بنسبة 3%، عندي في الباي باك بنسبة 3%، الماركتنج وولت بنسبة 4%، كل حاجة شرحتها على المشروع. فلو عندك اي استفسار او عندك اي حاجة برضو يعني حاول ان انت تنوع استثمارك، تخلي استثمارك في اكتر من مشروع، بحيث ان يكون في ارتفاع في المشروع تعرف تخرج منه بربح، يكون في هبوط في مشروع تعرف تعمل دعم للسعر، تعرف تخرج باي طريقة. لان المشاريع طبعا اللي موجودة على شبكة باينانس سمارت تشين حاليا كلها مشاريع جديدة، ولكن انا بنزل لك يعتبر افضل المشاريع منهم او المشاريع اللي لسه ايرلي، بحيث ان انت تستثمر وفي اقرب وقت تقدر تخرج بربح، تقدر تحقق ارباح، تقدر تعمل فلوس. طبعا ما تنساش دعمنا بلايك واشتراك في القناة لأسر كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في البداية كده لو انت مش مشترك معايا في القناة فريد تفعل زر الجرس وتشترك في القناة لأسر كل جديد. النهاردة نتكلم مشروع موجود على شبكة باينانس سمارت تشين. في نفس الوقت المشروع ده فيه انعكاسات زي كل المشاريع اللي بنشرح عنها. طبعا انا مش بقول لك استثمر، ولكن انا بنزل لك المشروع وانت ليك الحريه الشخصيه تستثمر او ما تستثمرش، دي حريتك الشخصيه. لكن لو حابب تدعمنا ادعمنا بلايك واشترك في القناه لأسر كل جديد. المشروع ده كان فاير لانش، يعتبر ما كانش فيه اي برايفت سيل او اي مراحل بيع زي البري سيل او البرايفت سيل. طبعا وصل لغايه 190,000 دولار في اخر ETH. بالفعل في ناس جنت ارباح وفي ناس خرجت في ناس دخلت، فهتلاقي في هندي نظرة مع بعضينا كده في البداية لو انت حابب تستثمر او حابب تسمع الفيديو. في البداية كده زي ما احنا قلنا المشروع على شبكة باينانس سمارت تشين، ده الكونتراكت بتاع المشروع. لو دخلنا عليه كده هناخد الكونتراكت كوبي، هتضيف الكونتراكت هنا، هيظهر لي الرمز بتاعهم بحيث ان انا اعرف التوتال سبلاي او اعرف الهولدر. عند التوتال سبلاي 100 مليار، بالنسبة للهولدر 372، عدد ترانزاكشن 5237، دي يعتبر اخر معاملات طلع من بانكينج سويب على محافظ الهولدر او من بانكينج سويب على محافظ المستثمرين. عندي هنا في بيرن بنسبة 36%، يعني يعتبر اكتر من 30% من الكمية. برضو لو دخلت على الويب سايت بتاعهم هتلاقي هنا التليجرام بتاعهم، هنشوف في كام فرد، في 721 متابع، ولكن هنشوف مع بعضينا وندخل مع بعضينا بحيث ان انت تبقى عارف اي مشروع انت بتستثمر فيه. المشروع طبعا يعتبر لسه زي ما انتم شايفين، ده يعتبر الانعكاسات اللي بتروح لك على محفظتك 3%، عندك الماركتنج وولت يعتبر 3%، والباي باك 3%. لو دخلت هنا هتلاقي فيه
بعض الشراكات، كل حاجة موجودة زي ما انتم شايفين. هنطلع برضو من التليجرام بحيث ان انت تاخد نبذة بسيطة عن باقي الويبسايت بتاعهم. بيقول لك هواي تو باي، طبعا انت بتشتري لان انت بيجي لك انعكاس 3% في افري ترانزاكشن. برضو عندك الفريق بيستلم على المحافظ 3% الماركتنج، عندك 3 بتروح للكواليتي بول بحيث ان ما يكونش فيه اي ضم، ما يكونش فيه اي حاجه، في 3% باي باك هنا. يبقى عندي التكست 4 و3 و3، يعتبر 10%. لو بصيت بصه بسيطه على الرود ماب بتاعتهم هتلاقي ان المشروع كان فاير لانش على بانكينج سواب. طبعا المشروع وصل لغايه 190 كيلو دولار، يعني تقريبا 200 كيلو دولار. طبعا هتكمل معانا كده على الويب سايت بتاعهم. دي الخريطه الثانيه بتاعتهم، هم بيفكروا في الاعلانات على بعض المنصات، طبعا الماركتنج وولت، وبيفكروا في الميجور اكستشينج، بيخططوا ل 2500 هولدر. عندك برضو بيخططوا للستاتنج على البلاتفورم، هيكون في رموز ان اف تي، هيكون في جيمنج بالنسبه للماركت بلس بتاع المشروع. طبعا عندهم بعض المؤثرين الكبار اللي هم بيخططوا او بيدعموا المشروع. هنا لو خدت نظره عن المشروع بسيطه، دي بالنسبه لشرح بسيط عن المشروع، بيقول لك ان هيكون في ان اف تي على المشروع بحيث ان انت تكون قادر ان انت تستخدم رمزك في الشراء او في الجيمنج في الالعاب. طبعا لو جيت هنا ده الرود ماب، ده التكست بتاعهم، ده بالنسبه للريفيو او حاجه نظر عن المشروع. هنا لو دخلت على الشرط بتاع المشروع، ده اسم العمله عندي، ده الشرط بتاع المشروع، كل حاجه هتلاقيها ظاهره هنا بالنسبه لعدد الترانزاكشن. لو فتحنا مثلا اخر ايتين هنلاقي، هنفتح مثلا الشرط بتاع الواحد دي بحيث ان انا اشوف اعلى حاجه. طبعا اعلى حاجه كانت دي يعتبر ليت اتش، وده كان بدايه القاع بتاع الفاير لانش. دي يعتبر العمله لسه ماسكه نفسها بحيث ان مفيش اي دروبات لغايه الان. عندك برضو زي ما احنا قلنا على البي سي سي سكان بتاعهم، في 700 372 هولدر، كل حاجه موجوده. لو حابب ان انت تشتري هندخل على بانكينج سواب بحيث ان انت تشتري وتكون قادر على الشراء. طبعا في البدايه تعمل كونكت لمحفظتك، لازم يكون معاك بي ان بي، لازم يكون معاك بي ان بي على شبكه باينانس سمارت تشين، او ينفع ان انت تدعم اي محفظه تكون بتدعم شبكه باينانس سمارت تشين. ظهر عندي العمله هنا، ظهرت عندي العمله هنا بالفعل، فهدخل كده واكد ان العمله ده الرمز بتاع العمله، او ده يعتبر الاسم بتاعه. وهندخل نكمل مع بعضينا. لازم يكون عندك بي ان بي زي ما احنا قلنا في البدايه، المهم ان انت تكون محتفظ او عامل هولد على محفظتك. هتحط اي كميه انت حابب تشتريها، وليكن 3 بي ان بي هتشتري لك كميه ضخمه. هتنتظر دقيقه لبعض التحميلات لان المنصات دي بيبقى عليها حمل كبير. هتظهر عندك الكميه، هتيجي هنا البيز بوينت 00، المفروض لو معاك بالانس في المحفظه ودوست كونفيرم هتلاقي الرصيد وصل عندك او التوكن وصل عندك دايركت على محفظتك. طبعا زي ما احنا قلنا ان الشرط يعتبر ده كان اخر اتش. لو خلينا مثلا نيجي لمده الدقائق اللي فاتت او لمده ساعه مثلا من الساعه اللي فاتت، طبعا دي يعتبر اخر ساعه. عندي هنا كل حاجه موجوده بالنسبه للليكويديتي، عندي 17000 دولار، عندي بالنسبه للفوليوم حوالي مبلغ كبير. برضو لو رجعت الويب سايت هنا بتاع المشروع، طبعا زي ما احنا قلنا كل حاجه انا شرحتها على الويب سايت بتاعهم بحيث ان انت لو حابب تستثمر ده حريتك الشخصيه. هسيب لك كل الروابط اسفل الفيديو. برضو عندك قبل ما تشتري اتاكد من الكونتراكت ان هو الكونتراكت الصحيح، اتاكد من الشرط، اتاكد من السعر، اتاكد من كل حاجه. طبعا التوتال سبلاي زي ما احنا قلنا 100 مليار، في برد بنسبه 36%، ده اسم الرمز. عندك سعر النهارده بي ان بي حوالي يمكن 494 دولار. طبعا انت شايف السوق ان في تعافي، لكن برضو انا ما دايما بقول خليك تجني ارباحك بحيث ان يكون في ما تامنش للسوق. انا دايما بجني ارباحي في اقرب وقت ممكن بحيث ان انا لو في نزول او في هبوط او في اي حاجه ما اكونش متوتر او قاعد على اعصابي. طبعا انا هنزل لك كل حاجه. ما تنساش ان انت لو عندك اي مشروع وحاسس ان انت اشتريت فيه بسعر عالي اكتب لي في التعليقات وهعمل لك فيديو مخصوص ليه. انا تحت امركم في اي وقت، انا عامل القناه دي عشانكم عشان تبقوا فاهمين، فكل حاجه هسيبها لكم اسفل الفيديو. برضو لو عندك اي استفسار بخصوص اي مشروع معاك او اي مشروع انا نزلته على القناه او اي عمله عايز انت تحليل ليها اكتب لي على طبعا كلنا عارفين ان الاستثمار ده مش خالي من المخاطر، يعني انت بتستثمر في عمله انت عارف ان اي وقت ممكن يكون فيها صعود يكون فيها هبوط،
فالاستثمار ده بيبقى على حسب حريتك الشخصية، ما تستثمرش اكتر من انت تكون مستطاع ليه. استثمر دايما اللي تقدر تتحمل خسارته، ده مبدأ في الاستثمار او مبدأ في العملات الرقمية عامة، ان انت بتستثمر بقدر ما تستطيع خسارته. طبعا هدي ريفيو بسيط عن المشروع، زي ما احنا قلنا في انعكاسات بنسبة 3%، عندي في الباي باك بنسبة 3%، الماركتنج وولت بنسبة 4%، كل حاجة شرحتها على المشروع. فلو عندك اي استفسار او عندك اي حاجة برضو، يعني حاول ان انت تنوع استثمارك، تخلي استثمارك في اكتر من مشروع، بحيث ان يكون فيه ارتفاع في المشروع تعرف تخرج منه بربح، يكون فيه هبوط في مشروع تعرف تعمل دعم للسعر، تعرف تخرج باي طريقة. لان المشاريع طبعا اللي موجودة على شبكة باينانس سمارت تشين حاليا كلها مشاريع جديدة، ولكن انا بنزل لك يعتبر افضل المشاريع منهم او المشاريع اللي لسه ايرلي، بحيث ان انت تستثمر وفي اقرب وقت تقدر تخرج ربح، تقدر تحقق ارباح، تقدر تعمل فلوس. طبعا ما تنساش دعمنا بلايك واشتراك في قناة الاسرة كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.